الكتير مننا شافوا بعض اللقطات الغريبة في مواقع التواصل الاجتماعي لبعض النسور وهي بتصطاد فرائس كبيرة زي الغزلان. والغريب كمان إن في أقاويل عن النسور إنها تقدر تخطف أطفال البشر، لكن يا ترى الكلام ده فعلاً ممكن يحصل؟ ولو حصل إزاي النسر يقدر يعمل كده؟ طب نضيف تساؤل كمان، هل النسور ممكن تنتحر؟ طب ليه بتنتحر وإزاي؟ وفيديو النهاردة هنتعرف على بعض الحقائق الغريبة للنسور ونجاوب على التساؤلات دي علشان نتعرف أكتر على النسور. بس قبل ما نبدأ ما ننساش نعمل اشتراك ونفعل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهاتنا. النسور من الطيور الجارحة، والكتير مننا يعرف بعض الحقائق والمعلومات عنها، لكن مش كلها. وفي حلقة النهاردة هنتعرف على بعض الحقائق الغريبة عن النسور اللي بتخلي النسر طائر جارح يستحق التحدث عنه، فتعالوا نتعرف أكتر على النسور. ونطرح التساؤل الأول، هل النسور تقدر تسرق أطفال البشر؟ طب إزاي بتعمل كده؟ والإجابة هنا نعم، النسور مؤهلة إنها تقدر تسرق أطفال البشر. طب نعرف إزاي إنها مؤهلة جسدياً على فعل التصرف ده؟ يبقى لازم الأول نتعرف على قدراتها الجسدية علشان نشرح هي تقدر تعمل كده ولا لأ. بيمتلك النسر صفات جسدية تجعله يستطيع حمل فرائس حجمها كبير، وده لأنه بيمتلك جسم قوي مزود بأجنحة بتسندها عضلات قوية بتساعدها على حمل الفرائس اللي حجمها كبير زي الغزلان. زائد إن جسم النسر نفسه علشان يكون مؤهل لحمل الفرائس الكبيرة لازم يكون وزن جسمه مناسب لجسم الفرائس اللي بيصطادها. فبعض أنواع النسور زي نسر أدن بيوصل وزن جسمها ل14 كيلو جرام، وبيوصل طول الأجنحة وهي مفرودة ل3 متر. والنسور كمان بتمتاز بمخالب قوية وحادة وفي نفس الوقت منحنية، وطبعا ده بيساعدها على حمل فرائس أكبر منها في الوزن. وبكده عرفنا إن النسور مؤهلة جسديا لحمل الأطفال وخطفها. أما عن السبب اللي بيخلي النسور تسرق أطفال البشر، فالإجابة هنا لأن النسور في بعض الأماكن مش بتلاقي الفرائس بسهولة، وبتكون وصلت لدرجة من الجوع صعبة، فبتضطر تخطف أطفال البشر علشان تسد جوعها. وعلشان نتأكد أكتر في آخر الحلقة هنعرض معاكم بعض الأمثلة من الواقع بتأكد قدرة النسور على خطف الأطفال. ودلوقتي تعالوا نطرح التساؤل التاني، هو فعلا النسور بتنتحر؟ وليه بتنتحر وإزاي بتعمل كده؟ النسر طائر بيقدر يعيش لحد 40 سنة، ولما بيوصل لمرحلة متقدمة في العمر إيه اللي بيحصل له؟ جسمه بيضعف، يعني هنلاقي الريش اللي في جسمه بيبدأ في التساقط، وطبعا كل ده بيجعله غير قادر على صيد الفرائس زي الأول. وهنا النسر بيفكر في الانتحار بأنه يطير لأعلى الجبال، وبعدها بينتش ريشه كله وينتزع مخالبه بمنقاره ويكسر منقاره في الصخر منتظر الموت. لكن في حالة لو النسر استطاع العيش بعد كل ده، فبعد مرور 150 يوم بيبدأ الريش في النمو مرة أخرى حتى منقاره بيرجع تاني ومخالبه بتبدأ في النمو ويصبح أقوى من الأول، فبيقدر يعيش ويكمل حياته لمدة تصل ل30 سنة. لكن في حالة لو النسر تملكه الملل والشعور بأنه أصبح نسر عاجز
وغير قادر على الصيد، وقتها النسر بيغير طريقة الانتحار، وهي إنه يطير لأعلى نقطة ممكن يوصل لها ويبدأ بضم أجنحته تجاه جسمه مع إنزال رأسه للأسفل. فطبعاً هنا بيوقف استخدام الأجنحة اللي بتساعده على الطيران، وبعدها يترك جسمه ليسقط سقوط حر حتى يرتطم بالأرض ويموت. والحقائق الغريبة دي عن النسور جعلت منها طيور جارحة تمتلك قدرات جسدية مدهشة، لكن في تساؤل آخر كان لازم نتكلم عنه. فمن المعروف عن النسور إنها بتقدر تاكل الجيف واللحم المتعفن، فالسؤال هنا إزاي النسور بتقدر تاكل الجيف من غير ما تموت أو تمرض؟ فبالرغم من قدرة النسور على صيد فرائسها، لكن النسور بتقدر تاكل الجيف، ومش بس كده، بتفضل تاكلها بعد مرور وقت عليها، يعني بتكون الجيف وصلت لدرجة من التعفن. وهنا بيقول مايكل روجنباك الباحث في علم الأحياء المجهرية إن القناة الهضمية للنسور بتحتوي على أحماض قوية جداً تؤهلها كيميائياً للقضاء على البكتيريا السامة. والأغرب هنا إن تم تحليل البكتيريا الموجودة في بعض براز النسور اللي بتعيش في حديقة كوبنهاجن اللي بتاكل طعام صحي، وجدوا في برازها نفس البكتيريا في النسور الحرة اللي بتتغذى على الجيف. وده بيوصلنا النقطة مهمة إن الجهاز الهضمي للنسور بيكون ليه تأثير على محتويات الأمعاء من البكتيريا أكتر من تأثير الطعام. أما عن ليه النسور بتفضل تاكل الجيف بعد مرور فترة عليها، وده لأن الأنسجة ومحتويات الجيفة بتكون بدأت في التحلل، وبالتالي بتكون سهلة الاختراق فيسهل على النسر أكلها. ودلوقتي هنعرض معاكم أمثلة حصلت فعلاً بتأكد إن النسور بتمتلك القدرة على خطف أطفال البشر. في أحد السنوات بيحكي والد أحد الأطفال إن كان طفله بيلعب في أحد الأماكن المفتوحة، وتفاجأ الأم إن أحد النسور قرب من ابنها وفعلاً استطاع حمله وبدأ يطير بيه، لكن في نفس الوقت كان في رجل بالقرب منهم لاحظ ده، والحسن حظ الطفل إن الراجل ده كان معاه سلاح ناري وقام بإطلاق النار على النسر ليسقط الطفل أرضاً ويستطيع النجاة من النسر. وأيضاً مثال آخر يؤكد قدرة النسور على خطف أطفال البشر، في عام 1924 وجدوا جمجمة طفل صغير في أحد أعشاش النسر المتوج الأفريقي في دولة جنوب أفريقيا. ولو عايزين تعرفوا أكتر عن النسور انتظروا حلقة هنتكلم فيها بالتفصيل عن حياة النسور وأنواعها. ولو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهاتنا.